من لبنان إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث أقيم معرض للفنان التشكيلي إبراهيم جوابرة بعنوان رسائل من الأرض. وتحمل لوحات المعرض رسائل عدة تجسد الواقع الفلسطيني ومخيمات اللجوء، إضافة إلى نقل جزء من ذاكرة الفنان ومحيطه خلال فترة طفولته. إبراهيم جوابري، مواليد فلسطين، مخيم العروب. بعمل في مجال الفنون التشكيلية، من خريج من جامعة القدس. هذا المعرض اسمه رسائل من الأرض. هذا المعرض هو مقام في مدينة عمان في الأردن. سبب التسمية فكرة عن الرواية الفلسطينية، رواية المخيم، رواية المدينة، ورواية القرية، رواية الجميع الفلسطيني. وأعتقد أنه كل الفلسطينيين هم بتشاركوا بذات التجربة، وبذات تجربة الحرب والتجربة الاجتماعية وتجربة الشتات والهجرة. تجربتي المخيم كان فيه رسائل تتعلق بظروف الحياة وبظروف الحرب. كل لوحة فيه لها قصة معينة. لوحة الجيب العسكري بتحكي عن قصة أرنب هرب من الخم واندهس بجيب عسكري إسرائيلي، وجزء من كان جزء من هذا الحزن، أو جزء من هذا أنه حسينا انه هاي الثروه اللي او الشيء اللي بنعتاش منه. اللوحه الثانيه هي لوحه الام 16 ومسدس المي. تعني لي شيء يتعلق بالطفوله، ويتعلق بالطفوله اللي بقول انه احنا ولدنا في بيئه جاهزه للموت، مليئه بالحروب، بالقتل، الاحتلال الاسرائيلي. اللوحه الثالثه في لوحه لشخصيات كرتونيه ودبابه، لوحتين مع بعض. كان هي بفترة الطفولة، أنا بطفولتي ما اختبرت هاي الشخصيات الكرتونية لكثير أسباب. أولها فترة الحرب، وفترة أنه حصلنا على تلفاز بوقت متأخر، فكان دائما عندي هذا السؤال أنه شو الدافع وراء هذا الشخص اللي ممكن يصنع شيء لحياة طفل وليستمتع، وشو الدافع وراء الشخص الآخر يصنع ماكنة ليقتل فيها هذا الطفل. أنه كمان اليوم العالم كيف ممكن يتعامل مع الصورة أو مع الفن، في شيء له علاقة ممكن يكون بطريقة ما هي رسالة فنية اللي من خلالها كمان يتعرف على هذا الشخص أو هذا الشعب أو هذا التاريخ. وممكن حتى تكون اللوحة مرات تكون مدخل لمعرفة أكثر عن تاريخ هاي البلد أو بلد أخرى. وينضم إلينا من عمان إبراهيم جوابرة، فنان فلسطيني. أهلا بك إبراهيم معنا، ومبروك إقامة هذا المعرض إذن في العاصمة الأردنية عمان. ما الذي حفزك بداية على تخصيص هذا المعرض لفكرة اللجوء للذاكرة وليس لأي موضوع آخر؟ مساء الخير وشكرا لأمنياتك. حقيقة هو أنا بقول ما يعيش الفلسطينيين، إحنا بنعيش في حالة لجوء مستمرة، وهو امتداد يعني لتاريخ الفلسطيني اللي ما في مكان نشعر فيه بالاستقرار. إحنا دائمي التحرك ودائمي التنقل، وهذا جزء من إشكاليتنا يعني مع الأرض ومع الهوية. هذا المكان هذا السبب، إنه بالإضافة إلى تجربتي الخاصة لما يعني طردنا من أراضينا، وبعدين اكتشفت حالي إنه أنا عايش في مخيم بداخل فلسطين. ومن هون هذا المكان بلشت أختبر هاي التجربة، وبلشت أختبر هاي الهوية من أول وجديد. ويعني شعورك بالفصل، وشعورك أنه أنت عم تتنقلي باستمرار، شعورك بأنه أنت خارج مكانك الأصلي، هذا السؤال اللي دائما بشكل لك هذا القلق المستمر حقيقة. نعم. طب إبراهيم، كيف تطورت فكرة اللجوء بالفن التشكيلي تحديدا؟ يعني هنالك من يقول أو يعتقد أن فكرة اللجوء لدى الفلسطينيين تحديدا تطورت عبر الزمن، يعني من لجوء مؤقت إلى لجوء دائم. شكل المخيم تغير، ومعالم هذا المخيم توسعت وتطورت للأسف طبعا، واتخذت يعني شكل الديمومة أكثر من صفة المؤقت. هل هذا واضحا بالفن التشكيلي الفلسطيني، أم أنه لم يتطور مع تطور الزمن مع مرور الوقت؟
أعتقد أنه الجغرافيا أو المكان هو في حالة تطور مستمر، ولكن الرواية لا أعتقد، يعني الرواية لا تتغير، الرواية ما تزال كما الرواية الأولى وحتى النهاية. بمعنى أنه أنا اليوم لا أؤمن على الإطلاق، يعني مؤمن أنه العودة رح نرجع لابد من هذا، يعني ما في خيارات. اللجوء تطور لأن الظرف، الزمان تغير، الدوافع تغيرت، الأدوات تغيرت، فأعتقد أنه هذا التغير طبيعي. ولكن الرواية أو الإيمان، أو الإيمان بهذه الفكرة أنه ما زلنا نمتلك هذا المحل وهذا المكان لم تتغير، ما زالت ذات الرواية وذات القصة. وهي القصة اللي احنا كلنا شركاء كفلسطينيين، إن كنا بالضفة، بغزة، بالأراضي المحتلة، بالخارج، كلنا نمتلك هاي الرواية. وحتى ولا أعتقد اليوم إنه احنا مؤمنين إنه هذا المشروع أو مشروع اللجوء هو مشروع دائم. أنا ما زلت مؤمن إنه هو مشروع مؤقت، وآمل إنه العودة تكون في أقرب وقت ممكن نعم بكل تأكيد، ببساطة. يعني وأشاركك هذه الآمال. طب إبراهيم، كيف تم استقبال هذا المعرض اليوم، خاصة أنه اليوم في عوامل كثيرة يعني خاصة بالعالم كله وبالقضية الفلسطينية بشكل خاص، يعني من التطبيع وإلى جائحة كورونا والحجر الصحي والإغلاق وهذه الوحدة التي عاشها إن كان الفنان أو أي شخص آخر، فكيف كان استقبال المعرض؟ يعني شعرت أو أشعر بالرضا من مدى قبول الزوار أو الأصدقاء أو مقتني الفن أو محبي الفن، يعني شعروا بالرضا تجاه ما قيل وما رسم في هذا المعرض. بعتقد أنه حتى يمكن ظروف المعرض، يعني فكرة الحرب، أنا دائما أقول فكرة الحرب وفكرة الألم، فكرة الحزن، كثير أفكار، يعني كل العالم نحن شركاء بهذه العواطف أو بهذه التجارب، كلنا شركاء. يعني الألم أعتقد أي إنسان مهما كان دينه أو جنسيته قادر يشعر بهذا الألم، قادر يشعر بهذا اليتم، قادر يشعر بالحرب ونواتج وإفرازات هذه الحرب. أعتقد هذا المعرض أنه إجا بالوقت اللي ما حدث في غزة، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في اليمن، ما يحدث بكثير محلات في العالم العربي. وأعتقد معظم الأشخاص اللي شافوا الأعمال قدروا يبنوا هذا التصور، أو قدروا يشعروا بهاي الشراكة أنه كمان جزء هم من هذا العمل. نعم إبراهيم جوابرة، إذن الفنان الفلسطيني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لمشاهدتك.